السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سوف نقوم بتلخيص فيلم كوري يسمى ديرينجد. قبل أن نبدأ بتلخيص هذا الفيلم، أدعوك يا صديقي أن تقرأ هذا الحديث الطاهر وأن تشترك في القناة، وبدون إطالة فلنبدأ الملخص. الدكتور جاي هيوك أستاذ سابق في الكيمياء، يعيش في سيول ولديه طفلين. قام باستثمار فاشل وفقد كل ما يملك. أخذ بنصيحة أخيه الصغير وخسر مدخراته، وفي كل مرة يأتي ويعتذر منه، هيوك لا يقبل اعتذاره ولا يريد رؤيته. يعمل هيوك كممثل مبيعات الأدوية، وهذا العمل يجعل منه يقوم بالعديد من المهام كاستحاب عائلة رئيس كيم إلى الرحلات. هيوك يعمل اليوم بالكامل وهذا يجعله يتوتر. عرضت عليه زوجته أن تعمل لكي تساعده على مصاريف العائلة، ولأن هيوك يحب زوجته لم يسمح لها بالعمل. بيل يحاول إيجاد طريقة لتسديد مال أخيه. لاحظ نشاطا غريبا في شركة الأدوية التي يعمل بها هيوك وحاول تحذيره، لكنه لا يريد أخذ أي نصيحة منه. تم شراء الشركة التي يعمل بها هيوك من قبل شركة أجنبية تدعى برون ستار، وأغلقت قسم البحث. بيل ذهب إلى صديقته للحصول على المساعدة لكنها رفضت. وفي منتصف الليل وجد هيوك زوجته وأطفاله يأكلون. إنه شيء غريب، لكنه لم يفكر كثيرا وذهب. وجد شاب جثة مرأة في النهر وقام بإعلام الشرطة. الشاب كان مصدوما لأن الجثة تحولت إلى عظام، وهذا يحير الشرطة لأن تقلص العظام والجلد يحتاج وقتا طويلا، والمرأة كانت مع عائلتها الليلة الماضية. ووجدت الشرطة العديد من الجثث بنفس الحالة، وهذا الحدث عمل ضجة بين وسائل الإعلام وأيضا الناس. الكل يريد أن يعلم ماذا يحدث. جاءت أوامر لبيل، وبالمناسبة فهو محقق، بأن يذهب إلى مقاطعة غانغوان حيث يوجد جثث مشابهة. هيوك ذهب مع رئيس كيم للعب الجولف، وبدأ كيم بشرب الماء بكثرة ولم يرتوي، وركض كيم إلى النهر وقفز فيه، وحاول هيوك إنقاذه لكن فات الأوان وتحولت أيضا جثته. أرعب الموقف هيوك. بدأ الآن الفيروس بالظهور ولا أحد يعلم ماذا يحدث. عاد إلى منزله ليجد عائلته أيضا يشربون الماء بكثرة. أصبحت الأنهار مكتدة بالجثث، وبدأت الحكومة بالتحرك لمعرفة السبب. وجدت الشرطة ضحية في الحمام، لكن رفقتها كائنات تشبه الديدان. يقوم العلماء بفحص هذه الكائنات، قالوا أنها ديدان طفيلية، وهذه الديدان تتحكم في دماغ الإنسان وتجعله مصابا بالجوع ودون زيادة في الوزن، بل على العكس فهي تتكاثر في جسمه ويصاب بالعطش الشديد، لذلك يقفزون إلى النهر وهي تخرج من أجسامهم. وبدأ العلماء بالبحث عن علاج. تنشر الحكومة الشرطة في كل أنحاء كوريا لكي لا يقفز المصابون في الأنهار، وأن على كل الأشخاص الذين كانوا في المياه أو بالقرب منها وتظهر عليهم أعراض الجوع والعطش عليهم الإسراع والذهاب إلى المستشفى. هذا الإعلان جعل المستشفيات مكتظة عن آخرها. وبعد سماع هيوك لهذا الخبر ذهب مسرعا إلى منزله لأن عائلته طارت عليها هذه الأعراض. يكتشف العلماء أنه من المستحيل أن يستخرجوا هذا الكائن من جسم الإنسان لأنه يندمج مع جسده ولا يمكن قتله بالأدوية المتوفرة. قام العلماء بجلب بعض المرضى وتجريب عليهم بعض الأدوية. يونجو لم تكن موافقة على هذه الخطوة، لكنهم لا يكترثون لها لأن لديهم ضغوطات كثيرة وعليهم إسراع في إيجاد علاج. وعندما انتشر الخبر يزدحم الناس في الصيدليات للحصول على الدواء، والأسوأ من ذلك أن هذا الدواء لا يعالج المرضى، بل على العكس يتسبب في آلام وينتهي بالموت. وأصدرت الحكومة بيانا آخر بعدم استخدام الدواء. وفي قرية غانغوان وجد بيل رئيس القرية في المستشفى وهو يبكي ويلوم نفسه. طلب منه بيل أن يشرح له، قال له أنه في الربيع رأى بعض الغرباء يطلقون كلابهم في الأنهار التي كانت مريضة، وهو لم يطلب من السلطات أن يجمعوا جثث الكلاب، وجاء الناس لقضاء العطلة في القرية، وهذا ما تسبب في مرضهم. وعلم بيل بمرض عائلة أخيه، لكنه لا يستطيع أن يكون بجانبهم لأن لديه عمل عليه أن يقوم به. الجثث تزيد يوما عن آخر. هذا الرجل كان مريض وشفي من المرض، وأخبرهم أنه أخذ دواء اسمه ويندازول. ينتشر الخبر كالنار في الهشيم، ويذهب الناس إلى الصيدليات لأخذ الدواء، لكن لم يجدوا شيئا منه. وتم اكتشاف أن الشركة التي تقوم بصنع الدواء هي الشركة التي يعمل بها هيوك، وتوقفت عن صنعه لأن مبيعاته
قيمته قليلة. تطالب الحكومة رئيس الشركة بإنتاج الدواء أو بإعطائها تركيبته، لكن الرئيس يقول لهم أن المساهمين الأجانب يرفضون ذلك، ولا تستطيع الحكومة إجبار الشركة عن كشف التركيبة أو الوصفة. عرض رئيس الوزراء أن يشتري الوصفة من الشركة، وبدأ الناس بالهجوم على الشركة لأخذ الدواء. دخل هيوك إلى الشركة لأنه يعمل هناك ويريد بعض الدواء له ولعائلته، وعندما خرج بدأ الناس بالهجوم عليه وأخذوا منه الدواء. يشعر هيوك بالحزن، بينما بيل ما زال يحقق في أمر الشركة. هناك من اشترى أسهم الشركة رغم أنها لا تحصل على أي أرباح. يرفض الرئيس التنفيذي للشركة عرض الحكومة، بالمقابل يطلب منهم شراء الشركة مقابل 5 مليار وون، وهذا يجعل تركيبة الدواء ملكا للحكومة، ويمكنهم تصنيع الدواء وعلاج المرضى، لكن المبلغ كبير جدا، ومعظم أعضاء الحكومة رفضوا ذلك، لكن الرئيس كان مجبرا لأنه علم أن المصابين سيموتون في غضون يوم واحد حتى ولو لم يقفزوا في النهر، لذا فليس هناك مفر من العلاج. وبعد المزيد من التحقيقات وجد بيل أحد الأشخاص الذين اشتروا أسهم الشركة، وبدأ معه التحقيق وأجبره على قول الحقيقة، حيث أنه تم تخطيط لهذا الوباء من قبل الباحثين السابقين في الشركة. في أول الأمر كانوا يبحثون عن علاج لمرض الزهايمر، لكن بعدما تم بيع الشركة المالكون الجدد قاموا بفصل فريق البحث، وغضب فريق الباحثين وخططوا للأزمة بأكملها. اشتروا أسهم الشركة وقاموا بإطلاق الطفيلي بعد تخزين 100,000 عبوة من الدواء، لكنهم لم يتوقعوا أن الفيروس سينتشر. ثم تصرف أحد العلماء كأنه عولج من المرض من أجل أن يرفع أسهم الشركة. اتصل بيل بأخيه وأخبره بكل شيء، وذهبوا إلى المخزن حيث يوجد الدواء. تمكن الشقيقان من الحصول على الدواء، لكن أحدهم أغلق عليهم باب المخزن وقام بإحراقه. نجا الأخوان، لكن احترق الدواء بالكامل، وحتى الباحث الذي أخبرهم بكل شيء قتل. رفض هيوك الاستسلام وقرر أن يصنع الدواء بنفسه. وهم في الطريق إلى الشركة أخبروا بيل أن فريق الباحثين فروا خارج البلاد، والمسؤول عن الشركة كان هو مينغو الذي قتل ولا يعرفون الفاعل. القاتل هو من قام بحرق الأدوية، وأيضا التخلص من مينغو لأنه كشف مخططاتهم. وكل هذه الأمور قام بالتخطيط لها الرئيس التنفيذي والباحثين. قبل رئيس الوزراء عرض الشركة لأن ليس لديه حل آخر، وقبل التوقيع يتم إخباره بالمؤامرة بأكملها، وتم القبض على الرئيس التنفيذي. يتحد هيوك وشركة الأدوية الأخرى لكي يقوموا بصنع دواء، ونجحوا في ذلك. وبعد مرور عدة أشهر نرى هيوك يقضي إجازته مع أسرته، وفي نهاية الفيلم نرى جثة في ميناء نيويورك. أتمنى أن يعجبكم الفيلم. لا تنسى قراءة الحديث الظاهر على الشاشة والاشتراك في القناة. نراكم في ملخص قادم بحول الله. اعتنوا بأنفسكم.